رد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رين كواتسيا بعد ظهر يوم الجمعة على دخول سفينة عسكرية أمريكية المياه المجاورة للجزر والشعب في بحر الصين الجنوبي، قائلا إن المدمرة الصاروخية الأمريكية يو اس اس ماستن التابعة للقوات البحرية الأمريكية دخلت يوم الجمعة المياه المجاورة للجزر والشعب في بحر الصين الجنوبي بغير استشارة، واتخذت سفينتان تابعتان للقوات البحرية الصينية إجراءات فورية، وتم التعرف عليها وفقا للقانون وإصدار تحذير لها وإبعادها. تتمتع الصين بسيادة غير قابلة للجدل على الجزر والمياه المجاورة لها في بحر الصين الجنوبي، وكان الجانب الأمريكي قد أرسل السفن العسكرية مرارا وتكرارا لدخول المياه المجاورة للجزر والشعاب في بحر الصين الجنوبي بغير استشارة، إن تصرفاته تضر بسيادة الصين وأمنها ضررا شديدا، كما تخالف المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة. هذا وقد أضرت التصرفات الأمريكية هذه بأجواء العلاقات بين البلدين وجيشي البلدين، مما أدى إلى احتكاكات قصيرة المدى بين القوات البحرية والجوية التابعة للبلدين، وهذا قد يؤدي بسهولة إلى سوء التقدير وإلى وقوع الحوادث في البحر والجو. إنه استفزاز سياسي وعسكري شديد ضد الصين يعارضه الجيش الصيني بشدة. نطلب من الجانب الأمريكي احترام سيادة الصين وأمنها واحترام الرغبة المشتركة القوية للدول الإقليمية في الحفاظ على السلام والاستقرار والهدوء وعدم إثارة الفوضى. لا يمكن للتصرفات الاستفزازية الأمريكية لعب أي دور إلا دفع الجيش الصيني لتعزيز قدراته الدفاعية وحماية سيادة الدولة وأمنها والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة بحزم.